الاعتكاف وتربية النفس. ما أحوج العبد إلى أن يخلو بنفسه في بعض الأوقات ويركن إلى زاوية الفكر والذكر، يتأمل حاله فيصلحها، ويتأمل نعمة الله عليه فيحمده ويشكره في عالم ملؤه الضجيج والاضطراب والفتن. ما أحوجه إلى أن يخلد إلى محراب الإيمان ليعتكف فيه، لا هربا من الحياة ومشكلاتها، ولكن تجديدا لقوة النفس وثقتها وإيمانها بربها. وما أجمل أن يكون هذا الاعتكاف في شهر مبارك امتلأ بمعاني الإيمان وفاحت منه أريج الطاعات، فالناس بين ذاكر وقارئ ومصل، في هذا الجو الإيماني الفريد يخلو العبد بربه ذاكرا شاكرا متفكرا في نعم الله عليه. قدوته في ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي كان حريصا على الاعتكاف وما تركه حتى قبض. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وللاعتكاف فوائد كثيرة، أهمها زيادة الصلة الإيمانية بالله وإخلاص العمل له والتفرغ لعبادته وطاعته وتربية النفس وجهاد الهوى. ولهذا كان مقصود الاعتكاف وروحه كما يقول ابن القيم رحمه الله: عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. فاحرص أخي الصائم على إحياء هذه السنة العظيمة والاقتداء فيها بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحين، وتوجه بقلبك وجوارحك إلى الله عز وجل في ذل وخضوع وانكسار حتى تخرج منها وقد ازددت إيمانا وتقوى وقربا من ربك جل وعلا، لتلحق بركب المقبولين الفائزين قبل أن تطوى الصحف وتوضع الموازين.